أخدك على جامعة القاهرة وفوز جامعة القاهرة بالمركز الأول في مؤشر الابتكار على المستوى العربي، وقولوا يا رب وعلى المستوى الدولي كمان والعالمي. دكتور محمد منصور المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أهلا بيك يا دكتور. أهلا أستاذ يوسف، أهلا. مبروك المركز الأول يا فندم، مبروك المركز الأول في الابتكار على المستوى العربي. الله يبارك فيك يا أستاذ يوسف. على فكرة دي امتداد لما حققته جامعة القاهرة، ولسه يعني بإذن الله امتداد لرحلة طويلة بدأتها جامعة القاهرة منذ العام 2017. تولى الدكتور محمد عثمان الخش رئاسة الجامعة، وأنا أستطيع بكل إنصاف وموضوعية أن أقول أن جامعة القاهرة قبل 2017 شيء، وما بعد 2017 حتى الآن أصبحت شيئا آخر. يكفي في هذا الخبر اللي حضرتك قلته يا أستاذ يوسف أن جامعة القاهرة بتحصل على المركز الأول عربيا في مؤشر الإبداع والابتكار والريادية، وبتتقدم كل الجامعات المصرية في مختلف المعايير التي استند عليها هذا التصنيف. يمكن السيد المشاهد المشاهدين نحن نقول لهم هذا التقييم خضعت له، تقدمت له 208 جامعات عربية، تم تصفيتها إلى 115 جامعة، منها فقط 28 جامعة من مصر. جامعة القاهرة تتصدر المركز الأول على مستوى الجامعات العربية. ينقلني أستاذ يوسف أنه زي حضرتك ما عرفت عن أمنيتك في التقديم أنه على المستوى العربي، ويا رب نبقى على المستوى الدولي. لا، أنا يعني أحب أن أقول لك وأبشرك والسادة المشاهدين أن احنا في جامعة القاهرة منذ 2017 وبعد زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى جامعة القاهرة، ويوم أن أعرب داخل جامعة القاهرة، يعني أمل في أن تتصدر الجامعات المصرية وتنافس على مراكز متقدمة في التصنيف الدولي. أستطيع أن أقول لحضرتك أن جامعة القاهرة في عهد الدكتور الخشت وبالتوافق مع رؤية مصر 2030 ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة القاهرة في عهد الدكتور الخشت استطاعت أن تحقق بأسدتها وعلمائها وإمكانياتها وخبرائها وباحثيها طفرة كبيرة وغير مسبوقة بالتواجد في مراكز متقدمة في كافة التصنيفات الدولية. تقدر تقول لي هل ندلل على ذلك بالأرقام ولا هو كلام إنشائي؟ لا، ندلل بالأرقام. أستطيع أن أقول بالأرقام وبتشهادة المؤسسات الدولية التي لا تجامل، وحضرتك تعلم جيدا أن المؤسسات الدولية لا تجامل أحدا. يعني من البداية نقول أن جامعة القاهرة التي تضم بين جنبات كلياتها داخل الحرم وخارج الحرم، وفي جامعة القاهرة الدولية وفرع الشيخ زايد ما يقرب من أو ما يزيد على 270 ألف طالب. أكبر جامعة في أوروبا وأمريكا ربما يا أستاذ يوسف تعلم حضرتك أنه أعداد طلابها لا تتجاوز 30 ألف طالب. بس مش بالعدد يعني. تقيم جامعة بس 271 ألف طالب. لكن يا دكتور. لك أن تتصور. لكن هذا التقييم علشان تبقى الصوره، علشان تبقى الصوره التي نقدمها للمشاهد واضحه، وحضرتك سيد العارفين واعلم مني، التقييم بتاع الجامعه مش بالعدد الطلاب اللي فيها. يعني انا اللي يهمني على سبيل المثال اقصد انه كم الطلاب يمثل معيار سلبي بالنسبه للتقييم، إلا إنه تقييمه على إن جامعاتهم 30,000 طالب و20,000 طالب. ده يخليني أروح لسؤال. تقيم جامعة ب 270,000 طالب وتحصل على المراكز المتقدمة اللي أقول لحضرتك عليها، جامعة القاهرة يا أستاذ يوسف استطاعت أن تخترق حاجز أفضل 50 جامعة على مستوى العالم في هندسة البترول، وتدخل ضمن أفضل 100 جامعة في 4 تخصصات. التصنيف الإنجليزي باعترافه بيقول إن جامعة القاهرة أقوى الجامعات المصرية بفارق 258 مركز عن الجامعة التالية لها في الترتيب. جامعة القاهرة في تصنيف ده 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 تصنيف تايمز يا دكتور، مركز دفعة واحدة لتشغل الترتيب من 301 إلى 400، وتصبح هي الجامعة المصرية الوحيدة في هذه الفئة. لك أن تعلم يوسف أن جامعة القاهرة أيضا
تدخل ضمن 300 افضل 300 جامعه من بين 30 الف جامعه دوليه خضعت لتصنيف ليدن الهولندي لتصبح جامعه القاهره. انا محتاج اسال افضل 1% دكتور. من الجامعات العالميه. طيب اولا انا خليني يا دكتور هستاذنك في حاجتين بعد اذنك. اول حاجه طبعا وحضرتك تعلم ودكتور خشت يعلم انا احب الدكتور خشت جدا واقدره كل التقدير وهو يعلم ذلك، بس علشان انا لا اريد ابدا ان اغفل حق الغائبين عن من ترأسوا جامعه القاهره قبل الدكتور الخشت. ده امتداد. ايوه ده يعني اول نقطه. ما تحقق امتداد لما وضعه الاباء المؤسسين لجامعه القاهره، مش بس الاباء المؤسسين يعني وكل من سبق الدكتور خشت في تولي هذه المهمه وهي مهمه ثقيله ومهمه وكبيره. فهذا الصرح الا انه طيب هننتقل للسؤال. انا مثلا ترتيبي كجامعه القاهره، انا عارف ان هي بتحظى على الترتيب المتقدم ما بين كافة الجامعات المصرية، لكن أنا عايز أعرف ترتيبي ما بين الدول أو الجامعات الدولية في تقييم QS، أنا ترتيبي رقم كام؟ ترتيبي على التايمز كام؟ ترتيبي في التقييم الأسباني سرماجو كام؟ يعني ده مهم إن الناس تبقى عارفاه كمان يا دكتور. يا تفضل يا استاذ يوسف، انا اقول لحضرتك بقول في تصنيف الماين الهولندي احنا ضمن واحد افضل 1% من الجامعات العالميه. في تصنيف في قاعدة البيانات الدولية اسكوبس جامعة القاهرة بتتصدر الجامعات المصرية بمعدل استشهاد 31.32% وهو من أعلى المعدلات العالمية. في تصنيف شنغهاي احنا ضمن افضل 100 تقدمنا 100 مركز نحتل المركز من 301 الى 400 ونحن الجامعة المصرية الوحيدة في هذه الفئة. حلو، احنا بنتمنى فعلا مش هزار من قلبي ربنا عارف يعني انا عايز جامعة القاهرة دي توصل للتصنيف امل حياتي طبعا مما لا شك في التصنيفات بتاعت مثلا ايه اول 100 جامعة على مستوى العالم، لان انا عارف ان انا عندي في جامعة القاهرة اساتذة يستحقوا ذلك يعملوا ده. اولا عايز اشكر جدا دكتور محمد منصور المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة.